وبعد ما اضطربت معاكي. يعني انا اقعد طول حياتي ببرم في الاستديوهات وفي كل حته عشان بس اقول كلمه ولا اطلع اعدي كده بس، وهي من مكالمه تليفون تطلع في حلقه لوحدها. طب كانت خدتني معاها بدل اللقطه اللي معاها ده، على الاقل كنت اعرف اعمل كاروت كيك ولا اي حاجه كده شيك. انما لا طبعا هي تنفسن مني، لان انا لو رحت معاها هاكلها، هاكل منها الكاميرا، هسرقها منها كده. ميرسي ميرسي يا خالو قوي. لا حول ولا قوه الا بالله، والله والله يا بنتي مش انا اللي بعت لها الاوردر ده، عشان كده ربنا كرمها. ما انت عارفه خالتك محظوظه، كلمتهم بالتليفون ردوا عليها بعتوا لها. انت في الاخر برنامج طبيخ ما يليقش بمقامك. اه طبعا انا ما اني اطلع بظهري اخد سكينه في رقبتي. عامل لك ايه؟ ما انت اللي فقريه وحظك فقري. اذا ربنا يكرمك المره دي. يا ترى المره دي بقى انا هطلع مشنوقه ولا محروقه؟ لا المره دي حاجه مختلفه، حاجه جديده، فيديو كليب مع عمرو دياب اظن. لا يعني مش للدرجه دي، اقل من كده شويه. مهرجانات، في مطرب شعبي عامل اغنيه جديده هتكسر الدنيا، الاغنيه دي هتتصور بكره، وطبعا ما ينفعش اشوف خير لبنت اخت حبيبتي واحرمها منه. يعني برضه يا خالو جايب لي شغلانه اطلع فيها صامته؟ يا حبيبه قلبي كل النجمات اللي انت شايفاهم في الساحه دول بداوا كليبات واعلانات، بس انت اعتمدي عليا المره دي. قولي يا خالو انا حلوه قدامك ولا وحش؟ قمر طبعا. صوتي حلو وبعرف اغني ولا لا؟ ممتاز. بعرف ادي ادائي كويس ولا لا؟ ادائك طبيعي ومتميز. كتير عليا كتير عليا يبقى عندي فانز؟ اشمعنى اشمعنى مريم فارس مثلا عندها المريميز، مايا جاب عندها الديابرز، هيفا عندها الهيفاهوليك، اليسا عندها الاليسيانز، ليه ما يبقاش في يوم من الايام جروب فانز اسمه اللهيفة؟ ليه حلو؟ انا مش فاهم انت قلت ايه اساسا. عشان بقى حضرتك سوري معلش اولد فاشون، في جابه بين الاجيال، عشان كده انا هفضل قاعده مكاني هنا مبطوطه كده بتفرج على خالته بتطبخ في التلفزيون. في الاخر بقيت اولد فاشل. ورجعنا لكم تاني، وزي ما وعدتكم في اول حلقه معايا الضيفه اللي مشرفاني في الاستوديو دلوقتي مدام ابتهال، اللي هتقدم لكم أكلة بتقول إنها قعدت تفكر فيها مدة طويلة قوي 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 عشان تقدمها لكم. احنا على الهوا، احنا على الهوا، على الهوا. ايوه بتاري الدنيا طراوة. ايوه طراوة طراوة فعلا، من فترة عن اذنك شوية يعني. الناس شايفينها في ايه؟ في ايه؟ في ايه اللي بتعمله ده؟ ايه اللي بتعمله؟ هضطر اطلع فاصل ونستعد لتقديم. بنت يا لهفة شايفاني يا لهفة؟ هنطلع فاصل ونعود بعد الفاصل مع مدام ابتهال واللي معاها. يا اعداد يا اعداد اسمعوني، انا قلت 100 مره ما تجيبوليش ناس من بره، انت جايبين لي كوارث كوارث، في كارثه معايا في الاستوديو هنا على وشك الانفجار، ومعاها داهيه داهيه لابسه لي بدله صاعقه. انا عايزه افهم بقى، انا عايزه افهم ايه اللي انت عملتيه ده بالظبط؟ ايه اللي انت عماله تعمليه؟ ويا لهفه لهفه لما تبقى تلهفك ان شاء الله. انا بس تعالى هنا تعالى هنا. ايه بس انا عايزه افهم ايه اللي انت عملته ده؟ يا مهلبيه انت، مهلبيه ايه؟ مهلبيه ايه؟ انت كلمت ولا ايه؟ بزياطك في البرنامج خلي الناس تشوفي. حمار رايح جاي رايح جاي، خيلتني مش عارفه اقول كلمتين للناس، وبعدين ايه؟ جعان جاي تاكل عندنا هنا، نازل اكل 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 اكل. بس احنا نقدم لهم مهلبيه انت يا مهلبيه. بس بقى يا ولد بوظ، ما ينفعش كده ابدا، ما ينفعش. اسكت يا عداد بوظ. حاضر حاضر الهوا، من فضلكم اهدوا شويه. حاضر انا طالع على الهوا انا لوحدي، وبعدين انتوا. حاضر. اعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل. شايف يا بابا خالته بتعك قاعده بتعك بس. مدام ابتهال ايه اللي انت هتقدميه؟ ايه الكلوز ده؟ ايه ده؟ دلوقتي بقى وشها هيبقى محفوظ ولا محدش هيعبرني. هقدم النهارده. ايوه بصراحه طول ما انا جايه في الميكروباص. طبعا لازم يكون باص الميكروباص. يا سلام يا سلام، شايفه لهفه خالتك واكله الجو من مدام رجاء. ده صينيه جرى ايه يا خالو؟ ما احنا عارفين اللي فيها.
انا عايزه ريموت عشان انا هقلب خلاص مش قادر. ليه؟ اللي معاد المسلسل التركي. احنا ما صدقنا حد من العيله طلع في التلفزيون. والله ابتهال دي قروبه. وورق عنب وقلقاس وكوسه. يلا بضعت يعني الحمد لله. طبعا جاب كل مكونات الطبق اللي مدام بتهالها تقدمه لكم، وان شاء الله بالهنا والشفاء باذن الله. بعد ما تعملوا هتحطوه في الفرن زي ما قلت لكم، وبعدين هتنتظروا عليه شويه وربنا يقدركم باذن الله وتاكلوه. نطلع فاصل ثاني ونعود. بتعمل الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. مساعد ايه؟ ده المساعد. مساعد ايه؟ ده بيجي يعمل ايه بالظبط؟ انا هقوم انزل عشان عندي شغل، وانتوا بقى بعد ما تتعلموا احكوا لي اللي حصل. ماشي خيرو هنتعلم. خليكوا كده كلكوا طيبين قوي. تيبا دي ما بتنفعش في الوسط ده ابدا. وعايز افكر الساده المشاهدين اللي عايزين يتصلوا بينا على البرنامج على الهواء مباشره يتصلوا على الارقام اللي ظهر دلوقتي على الشاشه. بابا انا عايزه انام قوي كده، بس عليا النوم فجاه. انا هقوم وحضرتك بقى تبع خالته الحبوب الاموره دي وانا هبتفرج عليها في الاعاده. تصبح على خير يا حبيبي. انا هشوف الفاصل على الله يحطه ميكي ماوس. معانا اتصال. الو. ايوه يا استاذه رجاء، انا مش فاهمه يعني ايه الجديد في طريقه عمل المحشي؟ ما هي عملته زي ما كل الناس بتعمله عادي يعني. بصراحه يا استاذه الحلقه دي ما لهاش اي ثلاثه لازمه. لا الحقيقة ضيفتي ضيفة مميزة جدا جدا. يكفي انها مثلا بتقور البتنجان بايدها الشمال. مالك باصص يا جماله يا حلوياته يا ساتر يا رب يا حركاته يا زحليقه. ايه زحليقه دي؟ طيب احنا ايوه انت معايا لسه على الخط ولا ايه؟ انت بتسمي العك ده نجاح؟ بصي يا استاذة رجاء انا عندي افكار طبخ كتير جدا، لو استضفتيني الحلقه الجايه هعمل لك احسن من العك اللي الست دي عامله لك. الحلقه الجايه؟ مش لو البرنامج ما اتلغاش قبل الحلقه الجايه. طيب شكرا لاتصالك، متشكره قوي قوي قوي. ونطلع فاصل. لا استني استني قبل الفاصل. ايه انا الصوت ده مش غريب عليا، عارف مين دي؟ ايوه البت لهفة. يا لهفة يا عدوة النجاح اخس عليكي. ايوه والنبي يا لهفة سجلي الحلقة دي عشان هنعمل دلوقتي عيد ميلاد مدام رجاء الجداوي حالا. انا اسفة اسفة، هما الحقيقة اخدهم الحماس شوية. شفتي الموكوسة بتقول عليا ايه؟ خلاص خلاص من فضلك هنرجع بعد الفاصل. وسيدتي سادتي انستي يا محذبين يا قل قل لا 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 ده تالت عرب كده. انا افتكرتك يا الست دي مش هتطلع تاني من النهارده. مفيش رجاء. انا رجاء. ساندي عمران ازيك؟ يا لهوي ده انا ما عرفتكش، انت عرفتني ازاي؟ من خفه ايدك لما شفتي كنت بتاخدي علبة العصير الخالي من السكر وبتحطيها في شنطتك عرفتك على طول. طول عمرك ايدك خفيفة، لكن لسه ايدك خفيفة زي ما انتي. ايوه طبعا تربيتك. فاكر زمان لما كنت بتعلمني كمان اشرب من علبة العصير واحطها فاضية في الرف؟ يا سلام كانت ايام حلوة. فاكرة لما كنا بنتقفش كنا بناكل كل علقة وعلقة ما ياكلهاش حرامي في مطلع. وفاكرة أول مرة شفتك فيها لما كنت ساقطة في الإعدادية وقعدت تعيطي تعيطي، صعبت عليا خدتك من إيدك عشان أروحك، قمت وقعت مني في البلاعة اللي على راس الحارة، شديتك من إيدك طلعتك بالعافية، لقيت هدومك متقطعة، عرضت عليك إنك تطلعي الشقة عندي عشان تغيري هدومك، لكن أنت رفضت بكل إباء وشنن. لاحظتها بس عيليتي في نظري. ايوه ما انا ما رضيتش اطلع معاك البيت عشان كنت عارفه ان البيت عندكم مدروس وعيلتك مرطرطين كده، فقلت بقى الطلعه مش هتجيبها. ما ابدا كلهم كانوا في معسكر في مرسى مطروح. خساره يا دي الحظ الفقر، ده انا منحوسه طول عمري. بقول لك ايه، ايه رايك بقى اعزمك عزومه حلوه نتغدى وبعد ما ناكل ونحلي
تتلككي للراجل صاحب المحل وتدعي عليه انه بصلك بصه كلها تحرش، ونعمل له بوليكه ونهرب من دفع الحساب. الله، فكره حلوه قوي، بس للاسف بقى مش هينفع انفذها معاك. ابويا قفش عليا اليومين دول خالص، وحالب بقى لو اتاخرت هياخد مني العده. بابا، وابوك لسه عايش؟ ايوه. معنى كده ان انت لسه ما اتجوزتيش؟ لا، انا لسه انسه. إذا كان كده بقى يبقى تديني نمرة تليفونك وعلوانك والباقي عليا. بقول لك إيه، عندك سكر في البيت؟ عندي بس كله دايت، عايزة من ده. خد الرقم بقى، 011-41-36. ينفع اللي اتعمل فيا ده يا خالتي؟ ما كانش يومك يا بتاع، ما كانش. اتكلمي على نفسك بس طبعا، مش همك أنا. خرشبكوا كده لما يعيدوا الحلقه، هنشوف الضرب ده تاني. قولي من وش يا ست انت، انا عفريت الدنيا بتتنطط. يلا ولادي يلا، رقصاكي رقصاكي. منور الشاشه يا ايمن، منوره الفضائيات يا بتاعت. ايه ده؟ ده مكياج صح؟ اه مكياج. مكياج مكياج ايه يا واد يا اهبل انت؟ يا انت مش شايف الخمس اقلام اللي على وشي دول بتوع مين؟ مين؟ بتوع مدام رجاء الجداوي يا بندق. مدام رجاء الجداوي الشيف؟ ايوه، مدام رجاء الجداوي ضربتني بالقلم يا بندق. يا بختك. امال انعام سلوسه هتعمل فيا ايه لو شافتني؟ هو ما هو كله مني، كله منك انت السبب في ده. انا ايمن اضرب من رجاء الجداوي؟ يا لهوي لو انعام سلوسه شافتني، يا لهوي. بيتنا فين؟ كله بسببك. انا انت اللي بتضربي تاني، بتضربي تاني. بوظتني. عليك ايدي عليك ايدي. عشتك. بتضربيني ليه؟ لا لا بس يا بوب، انا مش انا اللي بنفسي من الاول، هي اساسا بتنفسن عليا جواها والله. صدقني معلش، انا هتصرف. والله ما سايباني يا كلبه. شكلك رهيب يا بنت. وات از يور بروبلم يا خالته؟ يا بنت انا عملت فيك ايه؟ عملت فيك ايه؟ تدمري لي مستقبلي. استني بس، عيب 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 كده يا ابتهال. حبيبتي ابتهال، انت برضه مش وش فضائيات، انت ارضي اساسا ومن غير اريال. خالته انا عملت كده عشان مصلحتك. يا اختي مصلحتي ده ايه؟ مصلحتي ده ايه يا اختي؟ ده انا امه لا اله الا الله اتريقت عليا وانا جايه في الطريق. دلوقتي الحلقه تنزل على الانترنت، حلقه ساخنه بين ابتهال ورجاء، ده انا للاسف صيطت. صيطتيها؟ انت بتصيطي وانا ما اعرفش؟ صوتت وعيطت، ده انا خدت حته رصيه. بس مش مهم، كله يهون في سبيل الشهره والمجد. المهم طلعت في التلفزيون وانتي لا. خلاص خلاص بقى يا ستي يا ابتهال، ما انت دايما تعمليها فضايح كده، والجيران يقولوا علينا ايه؟ اتفضلي اتفضلي، جايبين شحاتين معاكم، خد يا ابني الله يسهل لك، خد. ريح انت بقى يابا خمسه كده على جنب دلوقتي بعد اذنك. ده ابني. ايوه ريح لي انت بقى خمسه، عشان انا الست اللي بيقولوا عليها خالتي دي عليا الطلاق لانفخها دلوقتي. انفخ. وما تتكلمش معايا انت، عشان انا اصلا ما بحبكش. عشان انت اصلا مش عايزك تبقى ابويا. بابا نو. بابا نو ايه؟ انتوا خليتوا فيها بابا نو، وربنا يعوري في وشي. وربنا يعوري في وشي. عجبك كده؟ دمرتي اخويا، دمرتي اخويا. ايه؟ هو ده بقى الكليب اللي هيكسر الدنيا يا خلو؟ طبعا، صدقيني انا غشيتك قبل كده. لا لا سمح الله، ده كل الحاجات اللي حضرتك بتجيبها لي عسل. هو اسمه ايه بقى المطرب اللي انا جايه اعمل معاك كليب؟ حافظ. حافظ؟ اسمه مش فني خالص. ازاي اسمه مش فني؟ ما انت عندك عبد الحليم حافظ. طب هو فين بقى؟ احنا بقى لنا ساعتين مستنيين. عند الحلاق، بيحلق شعره زي ما انتوا جايين. حلاق؟ هو هنا مفيش كوافير ولا ماكير؟ انا عندي حاجات عايزه اظبطها. لا انسي بقى الحاجات دي، الحاجات اللو بادجت زي بتاعتنا دي بيبقى ايه على القد كده، وبعدين الحاجات دي بتكسر الدنيا. انت ما بتشوفيش شعبيات ولا ايه؟ بتفرج يا خالو، بس واضح ان المستوى اللي احنا فيه ده اقل من الشعبيات. مستوى دول نجوم كبار قوي. انت ما بتتفرجيش على اوكا وارتيجا وشحتة كاريكا وفيفتي والسادات؟ والله العظيم يا خالو، احنا لو وصلنا للمستوى ده انا هديك بوسه كبيره. خد امسكي الشنطه دي كده. مانجر شايلين الشنطه بتاعتك. ايوه ايوه هو كده. هو ايه؟ معلش بقى يا ابو الكباتن، الحته دي بقى تاخدها موتور رجل عشان عندي شغل هنا. الله يبارك لك. طب هات بقيت الخمسه جنيه. خمسه جنيه يا عم؟ لا لا انا جايبك من المترو لحد هنا، اسال اي توك توك في الشارع لو قال لك اقل من 7 جنيه يبقى بحق. يعني هي كده؟ اه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. ليه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك. بتحاسبن عليا في يوم زي ده ليه؟ وستلي مودي. هعرفك عليه. السلام عليكم. ازيك يا فنان؟ عم عمراني عالمي.
بقول لك ايه، جبت الحتت اللي هتنططوا حواليها في الكليبايه؟ حتت ايش؟ ما تقولش الكلام ده، اسمهم موتلز. موتلز؟ وبعدين انت هتبقى نجم كبير وهتطلع في الفضائيات اللبنانيه كلها، عيب كده. عليا النعمه انت يا عم عمران راجل بروفيشنال. الواد اللي كان معايا في توك توك ده هو اللي قالها لي، بتاع بدندله كده في الطريق، قال لي عليا الطلاق انت مطرب بروفيشنال. على فكره اللوك اللي انت عامله خطير وشعرك تحفه. ربنا يخليك يا استاذ. انا قلت بقى ما دام فيها تصوير كليبايه رحت رايح للحلاق مظبط ونزل على الوكاله مبضعه عشان الكلام بيفرقع. باذن الله هتفرقع وتكسر الدنيا، انت هتبقى اجمد من تامر حسني. اسمع من بقك ربنا يا استاذ. اتفضل، انتوا واقفين على الباب ليه؟ اتفضل. يا فنان ايه اللي اخرك بس كده؟ معلش بقى، وانا جاي في التوك توك قابلت زبون استحرمت ما ركبوش، ده رزق يا عم. انا مش فاضي لعب العيال ده، انا مهم. بقول لك ايه، حياة ابوك عايزين ننجز. صاحب الفيلا لو هرش ان احنا بنصور من ورايا انفخني. لو سمحت. نعم. فين الاوضه بتاعتي؟ اوضه الارتجاب باتي هنا ولا ايه؟ خلاص ادام ما فيش اوضه يبقى في كرفان. كرنفال ايه يا عم عمران؟ ايه خلو، امال هلبس فين؟ يغيروا في الحمام بقى ولا حاجه؟ لا مؤاخذه فنان، نسيت اعرفكم ببعض. لهفه بنت اختي فنانه كبيره. بقى الوساطه دي هي اللي بوظت الوسط الفني. دي مش وساطه، احنا لما نشغل لحمنا ودمنا نمنع الدخله والمتسلقين. على فكره انا موهوبه. خلاص حاضر اشوف لك اوضه يا استاذ. خلاص ايه ده، هو مفيش معدات اضاءه ولا كاميرات؟ ايه يا خلو فين التصوير؟ جرى يا استاذ انت جاي تتنك علينا ولا ايه؟ قول يا نجم، هو الاغنيه دي اسمها ايه؟ اسمها غريق. الله، غريق. غريق في بلاد غريقه. حلوه، حلو، هنكسر الدنيا. اقول لك ايه بقى، اهم حاجه وانت بتصورني وانا غريق عايز ابان رومانسي. رومانسي؟ بص، هو القبول ده بتاع ربنا، هنحاول نتصرف. نتصرف، هنحاول. دي غالبيات واحنا ملناش فيه، بس هنحاول. طيب استاذن انا بقى يا جماعه، فنان مش هوصيك عليها، لا مؤاخذه لازم امشي عشان عندي ميتنج. حلو، تمشي تروح فين؟ انت المفروض المانجر بتاعي تبقى زي دلي كده. اه عشان بس اجهز للكليب بتاع بكره مع وائل كفوري. مع وائل كفوري. مع وائل كفوري. وما تنساش الاسبوع اللي جاي مع راغب علامه. يا حلو والله، اصل راغب لسه ما اتفقناش معاه. خلاص مش مشكله، يبقى الالبوم اللي بعده بقى. طيب ماشي، ادي شنطه اللاكورات بتاعتك اهي والمناطيل فيها كل المناطيل وبنطلون البيجامه. سلام عليكم. ايه ببعت لي الاسيستنت بتاعتي والسليسيون. دي حاجه هايله خالص 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 خالص. ساحر يا مجدي، الله عليك. هو حضرتك المخرج؟ امال ايه، انا على فكره من كل الزوايا حلوه. طبعا، والزاويه دي هايله، والزاويه دي هايله. اهلا وسهلا. جاي تصورني انا عامل فيه؟ هصورك وكل حاجه. ده انت يا مرايا. مرايا اسف على التاخير، الميكروباص كان زحمه موت. يا فنانه مش كده، مش كده. ايه اللي اخرك؟ انا اسفه يا استاذ، مش هتتكرر اوعدك. اوكي، هو انت ورايا ورايا؟ انت مركزه معايا كده ليه؟ حلوه سامعي يا استاذ الاسلوب اللي هي بتتكلم بيه. انا فنانه ملتزمه وجايه قبل اوردري بساعتين، هي اللي جايه متاخر. على فكره حبيبتي، لو مش عاجبك شوفي لك اي كليب تاني تشتغلي فيه. انت بتتنططي على، انت فاكره نفسك يسرى؟ ايه يا حبيبه قلبي، انت تشوفي كليب تاني؟ انا جايه يا ساجزه. انتوا جايين تبوظوا لي الكليب بقى ولا ايه؟ ما تنساش ان انا قلت لك انك هتبقى اجمد من تامر حسني. ايوه صح، انت عسوله انت. اتفضلي يا استاذه. شكرا، تبقى تشوفي لك حته عودي فيها. يلا مع السلامه. انت مصدق موضوع تامر حسني ده؟ اسمع بقى مجدي، خلينا في المهم. ايه الكيسه دي دلوقتي فيها هدومي وشويه برتقان كده وبتاع، عايزك بقى تعصره لنا كده تعمله عصير عشان نخش الكليب بقى فريش. ما تقلقش يا فنان، يلا بينا. هغرقك. ايه يا فنان، قلت ستوب ليه بس يا فنان؟ مش هينفع كده يا استاذ، انت بتكروتني، مش حاسس ان انا رومانسي. رومانسي ايه يا عم؟ بقول لك العب مش فيا. فين البنات اللي قلت هتشقلبوا حواليا في الكليبايه؟ ما هم حواليك اهم يا حبيبي. بقول لك ايه يا استاذ؟ نعم. مش حضرتك عايز تطلع رومانسي؟ انا وشي بريء، لو وقفتني جنبك قدامها هساعدك جدا. على فكره يا نجم، على فكره انا شعري الاسود ده لايق على الجاكيته الحمراء، والله جربني بس. مش اي حد يوقفني. بطلي بقى يا قلوده، هو كل ما اعمل حاجه تسرقيها مني وتعملي زيي؟ انا قلوده يا من نفسنا يا اوفر. ايه ده، سيبنا لك بقى السنبله يا حلوه. ايوه انا سنبل طول عمري. خلاص بقى، نطني في ام البسين عشان اخلص. يعني انا اللي هقف قدامي يا استاذ؟ خلاص اقف انت قدام. خلاص استاذ مجدي. ايوه يا حلوه، النجم قال انا اللي هقف قدام. يبقى تقفي قدام طبعا، امال ايه؟ استاذ مجدي. ايوه مفيش داعي افكرك انا جايه متاخر النهارده ليه؟ امبارح عش البلبل. حصل اللي حصل اهو، ليل وعدى. هدي اخلاقك، انت هتروحي ناحيه الشمال وتتميلي ناحيه اليمين، وانت بقى هتروحي ناحيه اليمين وتتميلي ناحيه الشمال. يلا حركه.
مالك بس يا فنان بتقول استوب ليه تاني؟ مش اسلوب شغل الكروته دي. فين يا استاذ شخصيه ميمي اللي قلت هتبقى معايا في الكليبات؟ يا حبيبي بعدين. حاضر ميمي دي بعدين، نهدى بس. حاضر. ايه استاذ، انا ممكن اعمل شخصيه ميمي لو سمحت؟ ماشي خلاص ماشي. استاذ يلا. استاذ انا لايقه جدا على ميمي صدقني، الجاكيته الحمراء والشعر الاسود. خلاص اعمليها انت. ما تبطلي بقى، هو هيبقى سواد من جوه ومن بره ولا ايه؟ سبتلك انت البياض يا صفرا يا متهوكه. حبيبتي البلوند ده موضه. البلوند موضه ده من 10 سنين مش دلوقتي يا حلوه. بقول لك ايه استاذ، اتفضلي. انا اللي هعمل ميمي. خلاص يا استاذ اعملي ميمي وخلصيني. ماشي من فضلك يا استاذ مجدي، النجم قال انا اللي هعمل ميمي. يبقى انت ميمي طبعا اكيد. امال مين ميمي؟ استاذ مجدي لو هي عملت ميمي انا هقفش. يا حبيبتي حصل اللي حصل، انت كمان هتعملي ميمي بس في الكليب الجاي. نهدى كده ونركز، كلنا ميمي يا جماعه، ما حصلش حاجه. خلاص يا حلوه انا البطله، ورينا بقى هتعملي ايه. اوف. الو. ايوه يا ساندي. ايوه يا حبيبتي، هتجنن عشانك. وانا كمان والله. يا سلام يا سلام يا سلام على الرقه اللي انت فيها. بقول لك ايه، انا داخل عليكي. الاوضه؟ لا بالتاكس. طب ايه هنروح فين؟ هننزل نروح مشوار، هنشم شويه هوا، هموت عشانك. وانا كمان، يلا تعال مستنياك. سلام، كأني شايف الشمس على جبينك. عارفة أكتر حاجة فيك بتعجبني إيه؟ إيه؟ رقتك وجمالك واختيارك لألوانك، الفوشيا جنب الجميزي اللي لاه. ما أنا قلت أختك بقى ونرجع فلاش باك لأيامنا وليالينا. بس أنا على فكرة زعلانة منك كده، تقعد كل ده ما تسألش عني. ما أنا كمان كنت واخد على خاطر منك وزعلان عشان لقيتك ماشية مع كل أصحابي من ورايا. من وراك ازاي يا عمران؟ أما احنا كنا رايحين جايين قدام عينك وانت شايفنا. ما هو مش من رجولة ان انا اعرفك ان انا شفتك واحرجك قدام أصحابك. ماشي معاك حق، عامة هما كده كده كلهم خلاص مشي وراحوا في 60,000 ده، محدش فيهم عمر الا انت. قولي بقى هتيجي تتقدم لي امتى؟ انا اتقدم لك؟ ايوه يا حبيبي. انت امال ايه؟ انت ناوي بقى تقضيها بلاي ستيشن وعايز تلعب بيا بقى وكده. ايوه ساندي، بس انا لسه بكون نفسي، وبعدين انا تحت السن. تحت السن؟ ده انت عايش اكلينيكيه. امال يا حبيبي مسكه الايد والحرك والفرق اللي عمال تعمله ده كان ايه؟ ها، وعلى فكره بقى انت ايديك من النوع اللي بيعرق وانا مش عايزه اتكلم. بقول لك يا ساندي، قله الادب والزعيق بتاعت زمان انا مش هسمح بيهم دلوقتي. انا دلوقتي راجل كبير وعندي امراض. وريني اخرك. بقول لك ايه، ما تستفزنيش. ما تستفزنيش انت، وانجز ولخص واتجوزني بدل ما تضير اتجوز حد غيرك. ايوه ساندي، بس انت لسه بقى هتقعد تبسبس لي وتنونولي. بقول لك ايه، شغل القطط ده انا مش فاضيه له. عن اذنك ما عطلكش. ساندي ساندي، وحساب الحاجات اللي طفحتيها.